من الأمور اللي هنتكلم فيها والعديد كمان من الموضوعات اللي بتهم كل جمهور النادي الأهلي، خصوصا في فترة غاية في الأهمية زي هذه الفترة اللي احنا بنمر بيها، بالتحديد فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللي في الحقيقة داخلين في مرحلة حاسمة. وزي ما اتكلمنا قبل كده عندك 4 مباريات، يبان ان العدد قليل في شهر واحد، يعني الشهر اللي احنا فيه ده عندك 4 مباريات بس، العدد ممكن يكون باين ان هو قليل، لكن ال4 مباريات اهم من بعض وهيحسموا بشكل كبير جدا مشوار النادي الاهلي، سواء في بطوله الدوري او حتى في بطوله دوري ابطال افريقيا. البطولتين جمهور النادي الاهلي مستنيهم بشكل كبير جدا. بطوله الدوري النادي الاهلي كان بعيد شويه لظروف ما كلنا عارفينها، سواء كانت بتتمثل في الاصابات، تتمثل في ضغط المباريات، الوصول لنهائي البطوله الافريقيه، بطوله دوري ابطال افريقيا، بالتالي كان عندك مؤجلات كتير، بالتالي كان فارق النقاط كبير ما بينك وما بين المتصدر نادي الزمالك. لكن دلوقتي فرق النقاط بقى 4 نقاط فقط، ووارد ان شاء الله باذن الله ان هو يقل هذا الفارق. ان شاء الله الاهلي ينتصر في مباراته الغد امام بتروجيت، مباراه مهمه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت من المنتظر او نتمنى إنه ممكن نادي الزمالك، هو فريق كبير في الحقيقة وفريق محترم وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة جدا جدا، ودايما المنافسة بتكون ما بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، لكن وارد إن هو يتعثر أمام فريق المقاولون العرب قبل مباراته اللي هيواجه فيها النادي الأهلي يوم 30، وهي آخر مباريات النادي الأهلي في هذا الشهر. بتروجيت، فيتا كلوب في الكونغو، شبيبة الثورة إن شاء الله في مصر، يكون الأهلي حسم التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا عشان يتفرغ بشكل كامل جدا جدا لمباراة الزمالك مع نهاية هذا الشهر، بالتحديد اليوم قبل الأخير من شهر مارس يوم 30. بالتالي من هنا جاية أهمية هذه المباريات، من هنا باين التحدي الكبير اللي هيمر به فريق النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، واللي هيبتدي إن شاء الله بداية من مواجهة بتروجيت غدا، مباراة صعبة جدا الساعة 7 في ملعب بترو سبورت، مباراة النادي الأهلي، وبالتالي بيستعد ليها النادي الأهلي بكل قوة. الفترة اللي فاتت لأول مرة النادي الأهلي يكون عنده 7 أيام راحة، وده شيء جيد، من خلاله قدر الجهاز الفني إن هو يعمل عملية الاستشفاء للاعبين بشكل مناسب شوية، لأن احنا عارفين الأهلي كان بيلعب كل يومين 3 ماتش، فبالتالي ما كانش فيه استشفاء بالشكل المطلوب بالنسبة للاعبين، بالتالي أيضا كان في بعض المباريات الأداء ما بيكونش بالشكل اللي احنا مستنيينه، لكن كان دايما الأهم إن النادي الأهلي بيحقق الفوز وال3 نقاط في بطولة الدوري، وده اللي خلاك خلاص إن أنت بتنافس بكل قوة. فترة الراحة دي أكيد استغلها الجهاز الفني بشكل جيد، بالتالي من المنتظر إن شاء الله بإذن الله إن احنا بكرة نلاقي بإذن الله نتيجة وأداء، وإن لم يكن طبعا نتيجة أهم بكتير جدا، 3 نقاط إن شاء الله تضاف لرصيد النادي الأهلي قبل مواجهته المقبلة في بطولة الدوري أمام نادي الزمالك. خليني أقول لكم أيضا إن في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم خلاص الفريق بيختتم استعداداته لمباراة الغد من خلال المران الأخير اللي كان أو اللي بيجرى في هذه اللحظات على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واللي من خلاله هيعلن مستر لاسارتي وجهازه المعاون على القائمة اللي هيختارها لمباراة الغد، واللي قد تشهد انضمام عدد من اللاعبين اللي كانوا مصابين سواء الفترة اللي فاتت أو آخر كام مباراة بالتحديد، ممكن ينضموا لقائمة النادي الأهلي لهذه المباراة. بشكل عام أول ما القائمة هتطلع أكيد هنقولها لحضراتكم ونوفيكم بكل ما هو جديد خاص بفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراته الهامة جدا جدا بكرة إن شاء الله. طيب بالمناسبة كمان يعني كان في كلام الفترة اللي فاتت عن محمد الشناوي، بداية فيما يخص حاجتين يخصوا هذا اللاعب، سواء من ناحية الإصابة عايزين نطمن جمهور النادي الأهلي، خلاص الشناوي شارك في التدريبات الجماعية بالأمس وأول أمس كمان، وبالتالي النهاردة شارك بشكل جيد، فخلاص الشناوي إن شاء الله هيكون من ناحية طبية جاهز جدا، بالتالي أيضا هيكون متواجد في قائمة النادي الأهلي، هو اللي هيحرس عرين النادي الأهلي في مباراة الغد. كمان الخبر الثاني اللي بيخص محمد الشناوي ان خلاص تم الانتهاء بشكل كامل من اجراءات سفر اللاعب للكونغو، واحنا عارفين ازمه التجنيد كانت ممكن تكون عائق في سفر محمد الشناوي للكونغو، لكن خلاص ده طبقا لتصريح خدناه قبل الحلقه مباشره من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، ان تصريح السفر الخاص بمحمد الشناوي تم الانتهاء منه بالامس، واللاعب اصبح متاح للجهاز الفني ان شاء الله في مباراه فيتا كلوب ان شاء الله باذن الله هذا الشهر. مباراة هتكون مهمة جدا في الجولة 5
من دور المجموعات وبالتحديد المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة الهامة جدا، ده خصوصا بعد إصابة كمان شريف إكرامي بشد في السمانة، بالتالي هيغيب شهر ونصف عن الملاعب ومش هيكون بيشارك مع الفريق خلال هذه المدة. في نفس السياق احنا عندنا حراس أكيد جيدين جدا، سواء علي لطفي بجانب محمد الشناوي، أيضا مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان حراس واعدين وهيكونوا إن شاء الله إضافة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية.